بسم الاب والابن والروح القدس الله واحد امين. اهلا وسهلا بكم اصدقائي وحبايبي في برنامجنا من مثل الله. طبعا انتوا عارفين برنامجنا بيتكلم عن معجزات الملاك ميخائيل، اديوره الملاك ميخائيل، صور الملاك ميخائيل الاثريه، وعمل الملاك ميخائيل مع البشر، وقصص تخص الملاك ميخائيل. بنعمه ربنا النهارده، يعني سامحوني في القصه دي، هي صعبه شويه، لكن المنطق بتاع القصة معزي وبيدي الصبر، يعطينا الصبر ويعطينا الحكمة والنعمة. عمي نوح، القصة دي أنا كنت في دير أنبا بولا في 2003، كان في حد اسمه عم إبراهيم. عم إبراهيم كان ماسك هناك الدير، وكان دايما بيشوفني أروح الكنيسة الأسرية بتاعت الملاك ميخائيل وأحضر القداسات، فكان عارف إن أنا بعز الملاك ميخائيل جدا، وما كنت بعمل حاجة أقول لملاك ميخائيل. حتى عرفنا على حد من الآباء هناك كان اسمه أبونا ميخائيل، موجود بالدير لو حد عاوز يسأل عليه. المهم عبد إبراهيم ده قال لي بقول لك إيه، قلت له أيوه. قال لي هطلب منك طلب وتخدمني فيه، قلت له اتفضل يا عبد إبراهيم. قال لي هتنزل تجيب لي شوية عيش من الفرنة وتجيبه تعالى وانا اقول لك حكايه حلوه عن ملك ميخائيل. قلت له لا، لو انت تحكيني عن ملك ميخائيل من عينيا الاثنين هروح الفرن ده، انا اروح اخر العالم. لو حد فيكم راح دير الانبا بولا، بيت الخلوه فوق، لكن الفرن تحت الدير كانت بجوار الجلاله بتاعت ابونا فانوس. لو حد فيكم راح عند عين الميه، فكان مشوار يعني، لكن انا بالنسبه لي المشوار مش مشوار عشان يحكي لي قصه. ورجعت وجاي راجع خلصان بقى مشوار. يا عم ابراهيم قال لي تعالى بقى، قال لي في قصه خالتك سعاد. قلت له يا انا ما عملياش خاله اسمها سعاد. قال لي لا، قال لي انا من جنة، من حته اسمها نجا حماد مركز اهو. قلت له طب اهلا وسهلا. المهم قال لي كان في واحده اسمها سعاد، انا كنت صغير وحكوني القصه دي يعني. قلت له احكي لي يا عم ابراهيم. قال لي خالتك سعاد دي كان ليها جوزها كان معاق. قلت له مش فاهم. قال لي يعني اقول لك انا كان معاق ازاي؟ الراجل دوا بعد عنك يا ابني جاله الشلل، والست دي كانت في دير اسمه دير ملاك ميخائيل في نقاده. قلت له قال لي كانت دايما كل 12 من الشهر القبطي كانت تاخد الفطير. هي جثة ده اللي كان اسمه رشاد، قال لك هتاخد عمك رشاد ده ويروح هناك في دير الملاك ميخائيل، يجوا بالليل يخبزوا العجين تحت الفطير، وبعد ما يخبزوا العجين ياخدوه وياخدوا الحمير ودندن دندن مع نفسيهم، ويروحوا يبيتوا في الكنيسة ليلة عشية الملاك ميخائيل، ويجوا الصبح يوزعوا الفطير بتاع الملاك ميخائيل ويروحوا. كل يوم على تلك هذا الحال، كل يوم اللي هو كل يوم ان هو بتمشى من شهر القبطي. المهم خالتك سعاد دي وهم كانوا مع بعضيهم، الراجل زي يعني جات له زي جلطه. فالمهم لما جات له جلطه بقى يعني الشل في رجلين الاثنين، رجلين الاثنين كانوا مشلولين. قلت له طب ازاي يعني يا عم ابراهيم لما عم رشاد دوا يعني هو بيخدموا الملاك؟ قال لي حبيبي ربنا ليه حكمه، انا ما اعرفش نقول ايه، بس اصبر عليا بس اشرب الشاي. قلت له ادينا هنشرب الشاي. ماشي يا عم عشان ملاك ميخائيل. وبعد كده قال لي خالتك سعاد دي كانت تطلع تشتغل في الغطان في المصايف. قلت له مش فاهم يعني في المصايف. قال لي اقول لك يعني في المصايف كانت تيجي الناس الحصاده اللي بيشتغلوا هي تلم من وراهم، واحد نسي كوز ذره بطاطا مش عارف ايه. وقلت له بعد كده قال كانت بتاخد الحاجات دي وكانت بتروح تبيعها وتساعد بقى الناس الفقراء وتوكل نفسها. هي ما كانش معاها غير ودين بس، والودين دول كانوا صغيرين، كانوا مسمينهم على فكره، واحد كان اسمه مينا والتاني اسمه دانيال. مينا ودانيال، قلت له ده في فرق شاسع بين مينا ودانيال. انا ما اعرف ده اللي اعرفه يعني. فالمهم خالتك سعاد دي كان في حاجة غريبة بتحصل معاها. بقول له ايه؟ قال لي كانت الناس اللي بالصيف هي الوحيدة تبقى ماشية يبقى الشكارة بتاعتها مليانة خير، فالناس بتسألها. لحد ما جه في يوم من الأيام
وهي كده بتسرح ورا حد، بتشتغل ورا حد، فمال الشوال كبير، مال الشوال جامد، مالته خير من 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 اللي هو القطن يعني، كانت بتيجي قطن كده وراهم يعني. جه الراجل من بعيد جه قال لها يعني انت غلبانه وكمان تسرقي؟ قالت له انا ما سرقتش. قال لها لا انت سرقتي. قالت له انا ما سرقتش. قال لها لا انت سرقتي، ولازم ان انا اخدك وحاسبك. زمان ما كانش فيه زي نظام الشرطه والكلام ده، كانوا في شيخ البلد وعمده البلد. قال له راح يا استاذ جميل خد الست عيني منيتها وقال لها انا هوديك لعمده البلد، انا لقيتك بتسرق الشكاره دي. قالت له انا ما سرقت الشكار، انا ما بسرقش. وهي ماشيه في السكه والراجل ماسكها بصت لفوق قالت له هون عليك يا ملك مخايل، هيهون عليك، ده انا اللي بجيبه ده عشان خاطر الناس اللي انا بساعدهم، وانت عارف ان جوزي عاجز في البيت ومحلتش حاجه. حاضر يا ملك مخايل، براحتك براحتك يا ملك مخايل، زي ما انت ساعدتني وبركت لي في القطن. الموضوع هيعدي كده؟ لا طبعا مش هيعدي. قلت له ازاي يا عم ابراهيم؟ قال لي مش هيعدي، اصبر بس على رزقك. المهم خدها عند عمله البلد ودخل عند عمله البلد، خبط على الباب حضره العمله، قال له نعم تعالى. قال له الست سعاد دي ولا ام دانيال دي انا شفتها سرق القطن. قال له انت شفتها بعينك؟ قال له يعني انت عاوز؟ قلت له يا حضره العمله ده مصيف، ده الحاجات دي انا ورا الناس اللي بتجني. قال لي انت عاوز تقنعني الشكاره المليانه قطن دي تاخدها من يبقى الناس بقى ما بتسيب القطن وراها؟ قال له يعني انت عاوز ايه؟ قال له تعاقبها. قال له يعني ايه عاقبها؟ قال له ما يخصنيش، تتعاقب وخلاص، توديها المركز، ما توديهاش. قال له خلاص ما فيش مشكله، اللي انت عاوزه اخده لك. هم قاعدين في امان الله كده، استاذ جميل لقي واحد من الشيخ الغفر بيقول له حضره العمله. قال له فيه مأمور المركز او حاجه زي كده جبار؟ قال له عاوز يخش يا سيادتك. قال له خليه اتفضل وانت واقف الست على جنب. راح دخل لجوه سلام، قال له سلام، سلم عليه اهلا وسهلا. قال له اتفضل حضرتك، اتفضل ارتاح اقعد. قال له انا جاي بس اسالك سؤال، الست دي واقفه ليه؟ قال له حضرتك الست دي سرقت القطن وكذا وكذا، وكويس ان انت موجود، انا كده كده كنت انا شايف شغلي واوديها ايه المركز. قال له لا انت شايف شغلك قوي، وانت راجل انت شفتها وما سرقت؟ قال له انا شفتها مال اشكال القطن دوا وكده يعني. قال له انت متاكد؟ قال له انا شفتها بتسرق. قال له انت متاكد؟ قال له ايوه كانت بتسرق قدام عين. قال له كانت بتسرق؟ قال له قال له كنت انت ومين؟ قال له كنت لوحدي. قال له لا ما كنتش لوحدك، كان معاك الحمار. قال له كان معايا الحمار. قال له الحمار. العمده واقف مستغرب، ازاي ده؟ قال له انت عاوز ايه بالظبط؟ قال له هات الحمار. جاب الحمار وقفوا كده. فبيقول له انت متاكد الست الغلبانه دي ام دانيال هي اللي سرقت؟ قال له هي اللي سرقت. قال له طب كويس يا حمار. قال له نعم. قال له الست دي كانت بتسرق، انت شفتها؟ قال له لا، الست دي ما كانتش بتسرق، الست دي كانت بتصيف في حالها، وهو لما لقيها الشوال مليان بتاعها اتكاد واتغاظ، وقال انا هاخده حتى لو هتبلى عليها، ده فكره، حتى لو هتبلى عليها واخد منها الشوال وتلكك لها. وقال راح اقول للعمده ان ايه؟ ان انت سرقت. العمده واقف. العمده واقف. الراجل واقف. سلام الرب عليك يا عم. الست واقفه كده بس دموع بتنزل من عينيها طبعا، دموع. العمده قال له ازاي اللي حصل ده؟ قال له اللي انت ما تعرفوش، انا رئيس الجندي، رئيس الملائكه، الملاك ميخائيل، والست دي دعتني في السكه وبتدعي الناس الفقراء وبتساعدهم، وانت يا عمده اديلك 22 سنه معكش اطفال، ربنا هيديك طفل وهتسميه زي ما انت عاوز، بس تبني لي كنيسه على اسمي. ست واقفه. وانت الارض بتاعتك دي هتقعد طول عمرها،
ما فيش زرع هيصلح فيها ولا خضار ولا صفار، هتقعد بايرة ومش هيطلع في أي حاجة. واختفى الملك ميخائيل، مسك في الست العمدة، خدي خدي. مين الملك ميخائيل ده؟ شيخ عندكم، شيخ النصارى يعني؟ ويقول لي هتخلف، وعرف ازاي؟ ولما طلعش مرموه مركز، قولي لي يا ستي الموضوع ده. قالت له انا ولا اعرف الموضوع ولا بتاع. زي ما قال لك اعمل، زي ما قال لك اعمل، لان لازم اعمل له اي حاجه بس بشرط لما مراتي تحمل. فعلا الست مشيت، بصت لفوق قالت له اشكرك الملك ميخائيل، ما انش عليك تخلي حد يزلني ولا يدين، وروحت البيت. ده كلام عم ابراهيم. قال له روحت استاذ جميل، حكت القصه دي للناس اللي حواليه، الحمار اتكلم. قلت له صدقوني ان الحمار اتكلم، معقوله؟ وفعلا حتى الارض بتاعت الراجل دي بان. المهم ان الست ابتدت ان هي برضو بتعمل الفطير بتاع الملاك، وتودي الفطير وتجيب الفطير. فايه جت في مره من المرات عمي رشاد دوا قال لها انا عاوز احضر العشاء بتاعت الملاك. قالت له ما انت شايف رجليك، هنقدر نشيل ونحطه فيك يا وليت. قال لها زي بعض، انا عشمان، عشمان في الملاك ميخائيل؟ قالت له صدقني الملاك ميخائيل بيحبنا، واقف معانا. لا انت خليك المره دي، وانا المره الجايه هاخدك معايا. المهم الراجل بكى، قال انا نفسي اروح احضر العشي اللي هي بتاعت شهر 11، ونفسي في حاجه تاني اذبح له ذبيحه، ده العيد ده بيذبحوا فيه لحم، ونفسي اذبح له ذبيحه. قالت له ديك شاي، ما حلتناش حاجه يا ابو دانيال. نشكر ربنا على كل اللي ربنا يديهم. المهم الست قعدت هو كده مع نفسها، ابتدت تبكي. قالت له ينفع ملاك ميخائيل؟ كان نفسنا نعمل لك حاجة، وجوزي عاجز والعيال صغيرين، وأنا مش لاقي حاجة أعملها، صعبان عليا أودي لك الدقيق بس والفطر ده بس، كان نفسي أذبح لك حتى معزاية واحدة. خير يا ملاك ميخائيل، أنا مش زعلان، أنا صعبان عليا بس. المهم وهي بتبكي دخل واد ابن دانيال، ياما مالك انت بتعيط؟ قالت له لا يا ابني ده انا عيني مطروفه. قال لها انت بتعيط ياما؟ قالت له يا ابني مش بعيط. قال لها ياما انت بتعيط في ايه بالظبط؟ انت بتعيط ايه؟ قالت له يا ابني مفيش حاجه. قال لها طيب قول ياما، مين فينا بقى اللي هيجيب الخروف، انا ولا اخويا مينا؟ انت وعدتيني السنه اللي فاتت ان انا اللي اجر. قالت له يا ابني انت ما توجع علي، ما تكلم علي، انا موجع ليا بس ربنا يا ابني. قال لا ايوه لو انت بتهربي العيد اللي فات، انت خليتي يا اخويا اللي جار الخروف واحنا رايحين الملاك، المره دي انا اللي اجره. قالت له اصبر يا دانيال ربنا يتمجد، العيد ده كلها 3-4 ايام اللي قاعدين وربنا يتمجد. فعلا الست طالعة الصبح تسترزق في اي شغل، وهي ماشيه في السكه كده قابلتها واحدة ست، يا أم دانيال. قالت لها نعم يا ست، عاوزة حاجة أقضيها لك ياما، كبيرة في السن. قالت لها لا ربنا يخليك. قالت لها لا أنت شكلك عاوزة تقضي حاجة. قالت لها ربنا يبارك لك يا بنتي. قالت لها لا أنا عاوزة أقضي لك حاجة. المهم دخلت عندها البيت، قامنا لك شوية مية، فعلا ما يطلع مية، فلقيت يعني الجلابية بتاعتها مقطوعة. فقلت لها إزاي ياما الجلابية بتاعتك مقطوعة كده وإحنا داخلين على الشتا؟ قالت لها يا ابني أنت عارفة ما حلتش غيرها. قالت له طب اقول لك انا عندي حتتين جداد لانك، انا اجيب لك انت حته وتاخد حته. قالت لها ست ما ينفعش. قالت لها لا انت شكلك انت لسه ساكنه هنا جديد. قالت لها انا لسه واخد البيت ده من قريب وسمعت عنك، فانا قلت انادى عليك تقضي لي حاجه يعني تديني شويه ميه ولا بتاع. فعلا الست راحت جالعه الجلابيه بتاعتها وراحت مديها لها، ودي خدت جلابيتها. قالت انا لسه هرجع البيت تاني وانا عاوز اطلع اشتغل اي حاجه استرزق. وفعلا الست خدت الجلابيه وماشيه في الشارع، وابتدت الجلابيه بقى بهدله شويه، فما كان ما اي حد ما يجي ينزل يصيف في القطن ده، ف
في حاجة كده يعني زي شوك كده بيمسك في الجسم، والشوك يقطع من هنا والشوك يمسك من هنا، وهي شغال كل ما شكر تقول أشكرك يا رب. الجلابية كانت بتداري كل ما حاجة تعورها في رجلها وهي بين الحطب بتاع اللي هو القطن تقول أشكرك يا رب، أنا أحسن من غيري، أشكرك يا رب. المهم روحت البيت، عبات ما روحت دخلت البيت كانت رجلها الاثنين دول متقطعين. ابنها بيقول ايه يا ام ده؟ ايه اللي حصل في رجليك يا ام؟ قلت له لا يا ابني ما فيش حاجه. الله. ابو دانيال بيقول له امال الجلابيه فين يا حبيبتي اللي انت كنت لابسها؟ هي اتقطعت مني. قلت له لا صدقني الحمد لله ده راحت بركه. قال لها طيب ايه؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ انت ما حلتكش غيرها. وما تروح ازاي بالعيد؟ قلت له زي بعض. ربنا يبعد غيره. كلام خلص على كده. دخل الجوة تمام، راح دخل لها الوان ياما اديني كلمة وعد، مين فينا اللي هيجر الخروف؟ قالت له يا ابني هو ربنا اللي يبعت الخروف بتاعه. لا احنا المرة دي هناخد الفطير بس وكده. المهم بقى ليلة عشية الملاك، ايه يا عم ابراهيم طولت عليها في الحاجة؟ قال له ليلة عشية الملاك استاذ جميل، هي ماشية لقيت واحدة قبلها في السكة يا أم دانيال. قالت له قال لها الخروف ده مني ليكي سلف، ودي لي الكنيسة بتاعت الملاك واتبحيه. قالت له سلف يعني؟ قال لها أنا عارف أنت محلكيش تجيبي حاجة. الست اتحمرت. قالت له نشكر ربنا وأنت مين؟ قال لها أنا بقول له خد الخروف ده من السلف وتوعديني السنة الجاية تديني واحد غيره. قالت له أنا هشتغل أنا حالت. قال لها إن شاء الله ربنا يدبل، خد الخروف ده ليكي، خد خد خد. والجلابية دي برضو التانية سلف. قلت له قال خد الجلابية دي وعايد باعد الملاك من خيل. دخلت البيت جوزها شاف ايه ده انت جايبة خروف جبت منين؟ قلت له صدقني انا ما اعرفش، انا عبالي واحد في الشارع في السكة وانا جاية من الزرع وقال لي خد الخروف. قال لها مو تاخدي يا ام دانيال؟ قلت له طب انا اعمل ايه اصر ده كمان حتى اداني جلابية؟ طب ده دينا على رقبتنا. قال طب ايه اللي تم بينكم؟ قلت له انا بصراحة أصرت يا أبو دانيال. قال لي كلمة غريبة. قلت له إيه الكلمة الغريبة دي؟ قال لي بصي بتمن الخروف ده لما ربنا يديك فلوس خديه وارميه المية والفلوس هتوصلني. قال لها دي حكاية دي هتتجلي بدماغي يا عمي. فعلا الكلام ده عم إبراهيم قال لي يا ابني صدقني دي القصة دي حتى لو رحت نجادة في ناس بعض الناس تعرف. قلت له طب ماشي يا عم. الراجل تاني يوم الواد خد الخروف وراح عايد عيد ملاك من خيله هما في ليلة العشية وبيعيدوا وتمام. بتبص كده الست مع أبونا بيقول لها جوزك عاملية وعيالك عاملين ايه؟ قالت له عيالي معايا بس جوزي ما جاي. قال لها ست مين قال لك كده؟ جوزك شغال بره. قال له شغال بيعمل ايه؟ قال لي أنا شايف جوزك بره بيرص في كنب وحاجات بيقول لك عشان بكرة. قالت له أبونا اديك طولة العمر يا أبونا، جوزي بعد عنك ما يسوقش، جوزي مشلول يا ابونا جاله سنتين في البيت ما بيمشيش. قال يا ست الله يبارك لك جوزك بره ده انا لسه شايفه مسلم عليه بقول له ازيك ابو دانيال. قلت له انت يا ابونا انت هتجنني ولا ايه؟ فشكله ابونا ايه متهيأ له مع زحمه الناس ان دي جوزي اللي بره. المهم بقى بعد ما خلص خالص وتمام فبقول له يا اما هنبيت ولا هنروح؟ قالت له احنا متعودين نبيت بس ما ينفعش نبيت ونسيب ابوك لوحده في البيت، نشوف اي ركوبه ولا اي حاجه نروح. هم طالعين بره لحد بيقول يا ام دانيال يا ام دانيال، بصت لورا ابو دانيال ايه اللي جابك انت هنا؟ قال لها الله يا انت تعيد عيد الملاك من خيل وانا ما عيدش. قالت له ازاي تعيد عيد الملاك من خيل؟ قال لها مش وقته احنا نعيد العيد وبعدين. حكيت له ابدا يعلم ربنا ما يسيبك. قال لها تعال انتوا مشيتوا من هنا وانا اتحمقت وعيطت وبصرت صورة الملاك وقلت له هون عليك ان انا خدمتك ده كله الشل ومحضرش عيدك، يهون عليك يا عدرا، يهون عليك يا ام النور، يهون عليك يا عدرا. وقعدت بقى عيط جامد قوي لحد ما ظهرت لي سلام الرب عليها ست العدرا وقالت لي مالك ابو دانيال بتبكي؟ قال لها انا صعبان عليا كان نفسي احضر العشاء بتاعت الملاك. قالت له بتلوم على الملاك ليه؟ قال لها عشان خاطر كان نفسي احضر حتى كان يشفيه.
بيت الملاك مش بيزعل حد، ولاجل اللي عمل تمرتك يا ابو دانيال اللي انت عاوز اعمله لك. قال لها انت بتكلمينه ومسك حاجه في ايدك يا ستي عذراء، ايه اللفه السودا دي؟ جات له دي الجلابيه بتاعت مرتك اللي اديتهاني ان انا البسها، انا ما بنساش الخير مع حد، دي كانت تجربه ليك. وهما بيتكلموا جاء الملاك ميخائيل، جات له الملاك ميخائيل جالك بنفسه. بقول له مالك يا عم ابو دانيال زعلان ليه؟ قال له كان نفسي احضر عيده. قال له يعني انت عاوز تقنعني ابعت لك الخروف بتاعي وقابل مرتك وما خليكش تروح تحضر؟ قوم يا عم ابو دانيال احضر العيد بتاعك. قال له انا اللي قابلت مرتك في السكه وانا اللي اديتها الخروف وقلت لها روح اعمل العيد وروح عايد مع مراتك وعاوزك تروح ترص الكنب وما تنساش اللي بتعمله الناس الفقراء. قال له انا بشكرك وبشكرك دايما، بشكرك خالص. فالست العذراء قالت له خد الجلابيه دي ما تفتحهاش غير لما تيجي من العيد خلاص. وهم ماشيين كده هيمشي قال له بقول لك، قال له قول، قال له اوعى تنسى الدين اللي عليك. قال له الدين ايه؟ قال انا قلت اللي ما قلت لام دانيال لما ربنا يكرمكم خدوا تمن الخروف ارموا له في البحر. قال له ما اعرفش اتمن الخروف. قال له ربنا ولا يتمن هولا. وفعلا يا ام دانيال حصل. معقول يا بابونا حكوا الناس مش مصدق؟ روحوا البيت وهما ماشيين كده ومبسوطين. فبتقول له يا ده انا هاخد صوت، انا همسك الجلابيه اللي مسكتها الست العذراء ده وادوس فيها قوي قوي قوي. انا فرحان. جت تفتح الجلابيه لقيت الست العذراء حاطه لهم قطعتين من ذهب وفي ورقه مكتوبه 12 قرش اللي هم تمن الخروف. فبيقول لها ليه الورقه مكتوبه؟ جات له ده تمن الخروف. فعلا باعوا القطعتين وظبطوا نفسيهم ودفعوا ال 12 قرش بتاعت الملاك ميخائيل زي ما قال لهم. جه عند حرف الميه كده وراح رامينهم. قال له وصل الملاك. فدايما الملاك حنين وبيحب الكل. كل سنه وانتم طيبين. وانا بشكر عم ابراهيم، وعم ابراهيم ده وربنا يدوله طول العمر، مش عارف عايش ولا مش عايش، بس حكى لي زفس التفاصيل. بس هو كانت قصه طويله، انا قصرت لكم على ما قدرت، لكن كله بسبب بركه دير الانبابوله وعيش هو كان ايامها خبز الانبابوله مش عيش الانبابوله. كل سنه وانتم طيبين ونتقابل في حلقه اخرى من برنامجنا من مثل الله. بسم الله والابن والروح القدس الله واحد امين. اهلا وسهلا بكم اصدقائي وحبايبي في برنامجنا من مثل الله. طبعا انتوا عارفين برنامجنا بيتكلم عن معجزات الملاك ميخائيل. ادي ورقه الملاك ميخائيل، صور الملاك ميخائيل الاثريه وعمل الملاك ميخائيل مع البشر وقصص تخص الملاك ميخائيل. بنعمه ربنا النهارده يعني سامحوني في القصه دي، هي صعبه شويه لكن المنطق بتاع القصة معزي وبيدي الصبر، يعطينا الصبر ويعطينا الحكمة والنعمة. عمي نوح، القصة دي أنا كنت في دير أنبابولا في 2003. كان في حد اسمه عم إبراهيم، عم إبراهيم كان ماسك هناك الدير وكان دايما بيشوفني أروح الكنيسة الأسرية بتاعت الملاك ميخائيل وأحضر القداسات. فكان عارف إن أنا بعز الملاك ميخائيل جدا وما كنت بعمل حاجة أقول لملاك ميخائيل. حتى عرفنا على حد من الآباء هناك كان اسمه أبونا ميخائيل موجود بالدير لو حد عاوز يسأل عليه. المهم عمو إبراهيم ده قال لي بقول لك إيه؟ قلت له أيوه. قال لي هطلب منك طلب وتخدمني فيه. قلت له اتفضل يا عمو إبراهيم. قال لي هتنزل تجيب لي شوية عيش من الفرنة وتجيبه وتعالى وانا اقول لك حكايه حلوه عن ملاك ميخائيل. قلت له لا، لو انت تحكينا عن ملاك ميخائيل من عينيا الاثنين اروح الفرن ده، انا اروح اخر العالم. لو حد فيكم راح دير الانبابوله بيت الخلوه فوق، لكن الفرنه بتاعت الدير كانت بجوار الجلاله بتاعت ابونا فانوس. لو حد فيكم راح عند عين الميه فكان مشوار يعني، لكن انا بالنسبه لي المشوار مش مشوار.